800 ألف نبتة وشجرة كانت كفيلة بزيادة نسبة المساحات الخضراء داخل مدينة أربيل إلى 20%. فبعد 5 سنوات من العمل تم الوصول إلى هذا الرقم القياسي رغم تحديات قلة المياه ونقص كوادر البلدية. مهمة صعبة، إذا كل الخضراء يحتاج المي، يعني إذا الشجر ما تنطي مي طبعا يبس. الحمد لله احنا قدرنا نستفيد من مياه المرجوعة من البيوت تقريبا 50% بواسطة التنكرات نسقي بالأشجار، والباركات طبعا اللي عنده نظام إيريجيشن بواسطة مياه جوفية. بعض النباتات والبذور المستخدمة في مشروع التشجير هي من إنتاج محلي في مشاتل أربيل، وبعضها الآخر مستورد من إيطاليا ودول مجاورة مع مراعاة ملائمتها لأجواء كردستان. فيما يعد سكان المدينة مشروع التشجير والإكثار من النافورات والمتنزهات ضروريا لأربيل لكونها وجهة سياحية مهمة ويجب أن تكون في أبهى حلة. الشعب الكردي له علاقة خاصة بالطبيعة بأشجارها وجبالها. مشاريع التشجير في المدينة ضرورية جدا للسياحة. نحن اليوم مدينة يأتيها الزوار من كل مكان، يجب أن يكون منظرها ممتازا. نحو 1200 عامل بلدية يعملون على إدامة وسقي مئات الحدائق والمتنزهات والباركات العامة وإدامة النصب والنافورات في عاصمة الإقليم. بالإضافة إلى مشاريع التشجير الحكومية، فإن الجهات المعنية تشجع المبادرات الشخصية بزراعة الساحات وبعض الأرصفة شريطة أن تبقى عامة ولا تستغل بشكل شخصي. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.